امانه انا قاعد اروح بسيارتي انا الخاصه وقاعد اروح اخذهم عليهم 1,600,000 انا قاعد اروح اخذ العربانه منهم وانا اجيبها واصلحها. حياكم الله وبياكم، انا اخوكم المخترع الكويتي خالد الخليفي، مختص في الاختراعات ذوي الاعاقه. فقررت اني انا اساسا اخدم هذه الشريحه، اكمل في خدمه اخواني ذوي الاعاقه. فقاعد اشوف ان في، انتم عارفين في الاوقات هذه اساسا في وقت الحظر ممنوع للشركات انها اساسا تشتغل. فقررت اني انا في الوقت هذا اني راح اشوف اي احد يتبرع في العربانات واخذها، اما اوصلها حق، طبعا تكون هي تالفه العربانه او شبه تالفه، اخذها احاول اعيد اعملها ريسايكلينج مره ثانيه، واروح بقدر الامكان اوفر لها قطعه غيار ان كانت موجوده، اذا مو موجوده احاول اصنع لها من عندي انا، اعمل لها البراقيها وحاجياتها، ومن ثم اخذها وراح اشوف اي احد محتاج سواء من اخواننا الكويتيين ذوي الاعاقه او اي احد عايش على ارض، على هذه الارض الكريمه دولتنا الغاليه الكويت. وفي شغلات انا امانه ما لقيتها وما حبيت اني انا ابحث عنها، لان في شركات كثيره جوني كثير من اخواني ذوي الاعاقه قالوا لي ان احنا وديناها من قبل الازمه للشركات، الشركات ردتهم لنا قالت لنا اللي يقول له ما في برقي، البرقي موجود في المانيا، واللي يعني مشاكل كثير. ففضل منا من الله سبحانه وتعالى، يا ربي لك الحمد والشكر لك يا رب، يا جابهم لي سويتهم، وفضل منا من الله، وسمعت كلمات وايد حلوه، مشكور يا خالد، اليوم أنا أشوف الكرسي هذا مرسيدس، في كلمات الأمانة إلى الآن يعني ضاربة بصميم بقلبي الكلمات هذه، بقدر ما أنها يعني أنا جدا جدا يعني مستانس من ردة فعل إخواني ذوي الإعاقة.